مشوار جوسكو لا معناتها على خاطر اي اف ام مازال في بث تجريبي وهي اذاعه حلوه زاده معناتها نسمع فيها وفيها فيها برشا غنيات حلوين وفيها فكاهه واذاعه مختصه معناتها وان شاء الله زاده تنجح على خاطر اذاعه تنضاف للمشهد الاعلامي التونسي بكل الاحوال معناتها واحد يخدم فيها ولا ما يخدمش فيها حاجه تفرح على خاطر قبل ما كانش عندنا برشا اذاعات دونك الانفتاح هذا في المشهد الاعلامي فرحنا الناس الكل وانا كاعلاميه مشوار جيت سبيسيال مهرجان موازين اللي مشيت غطيته السنه وهو مهرجان عالمي كبير في المغرب في مدينه الرباط ونتمناه ان شاء الله مهرجاناتنا تكون في مستوى التنظيم نتاعو على خاطر كارتاج مهرجان عريق والكل لكن ايضا يلزمه يستقطب اسماء عالميه تحكي عليه البرة وتسوق تسوق الايماج نتاعنا اللي نحبوا نعطيوها على الثقافه وعلى السياحه المحترمه والراقيه في تونس هذا اللي الحقيقه معناتها المغرب نشحت فيه ورهان كبير وانا هذه ثاني مره نمشي الموازين بالذات وبصراحه معناتها نهنيهم على هذايا على خاطر تنظيم محكم واختيار لنجوم ومشاهير وضيوف من الطراز الرفيع على جميع المستويات عربيا وعالميا وكل كيف كيف تغطية كبيرة ياسر من قبل وسائل الإعلام العالمية والعربية وفرحة كبيرة بهم واحترام كبير لهم وتنظيم لي كونفيرونس دو بريس وهذايا انا نحرص انه طولت في النقطة هذه بالذات على خاطر بالحق معناتها المعنيين بالأمر والمسؤولين يلزمهم يسمعوا حاجة كيما هكايا خاطر باش تطلع مثلا تونسي وتنجحوا تنجم تجيب له عبد أجنبي عنده اسم وتطلعوا معاه مش نجيبوا زوز فنانين نجوم ونحطوهم مع بعضهم اللي كل واحد نجم حفلته تنجح وندخلوا منه الفلوس والبيبليك كده فرحان واسم كارتاج زاد كيف كيف يشع على خاطر قبل معناتها هذا موضوع يطول معناتها قبل بقطع النظر على مثلا قناة اللي كانت تغطيه مدة سنوات لكن كان عنده إشعاع عربي اللي الجانب نتاعو الإيجابي أكثر من السلبي عديت 11 يوم في المغرب وكل يوم كي نشوف مصباح قداش إكيب كاملة تبعث لنا ليزيميل وناس معناتها سائقين على ذمتنا باش نتنقلوا الفيلا ديزار باش ناخذوا لي كونفيرونس نتاعنا وليزانترفيو مع ليزارتيست في الفيلا ديزار نتاعهم فما برشا إذاعات القنوات التلفزية اللي موجودة باش تغطي على المغرب معناتها ماريا كاري تخرج في كونفيرونس تقول أنا سميت ولدي موروكو وبدلت ديكور داري لكل مغربي ويهديوا لها قفطان معناتها شوف قديش من حاجة تخدم معناتها معناها باش توصل بلاد كيما هكايا يكون عندها اسم هذا مهم ياسر فالكلنا معناتها الكل القطاعات الكل قصدي معناتها تجتمع باش صورة تونس تكون عندها مستوى ما تعرف اللي كل قمع هذيك يولد الانفجار يمكن دونك ان شاء الله انفجار ايجابي بالطبيعه و معناتها مازلت كي اختتمت موسم المنوعات على تلفزيون دبي تي في تراتاتا وكانت اول مشاركه ليا وتراتاتا برنامج ناجح في نسخه فرنسيه ولات عربيه عمل برشا مواسم توا على تلفزيون دبي وديما عاده مع اللي يقدموه نجوم عربيه تم اختياري ان شاء الله اديت مهمتي ورانه زاد معناتها الانطباعات كانت إيجابية جدا نتمنى تكون عندي أيضا مسيرة عربية ناجحة معناتها تعرف برشا عبيد ساعات يقولوا لي مثلا علاش تحب تنقز من بلاصة لبلاصة يمكن على خاطر من الأول ما كانتش مسيرتي منتظمة فبالتالي الوقت والكل والإنرجي تفرض عليك أنك تنقز نقول تلوين التجارب مهم ياسر وعلاش ليه معناتها نعمل حاجه ما عجبتنيش نبدل حاجه اخرى على خاطر في نهايه الامر في المجال هذايا يلزم يكون ثم انفتاح ويلزم يكون ثم سرعه بديهه
انه واحد حاجه هذيك ما ويتتوش علاش ما يبدلش حاجه اخرى حتى يلقى القلب نتاعه صحيح. وان بلوس الاخر حاجه شنو يقعد في ذكره الناس المتلقين، معناتها المتلقي الامبريسيون اللي باش يكون عليك واللي باش تقعد له، واسمك هذيك المحترم والباهي واللي يتذكر وقت ما مثلا يذكروا اعلاميين هكا ان شاء الله تقعد مريم بن حسين ولا مريم بن حسين موجوده في ذكره الناس. هذا اللي نتمناه، الباقي الكل نقبل نقبل كل نقد وبناء، معناتها اكيد يلزم يكون بناء على خاطر معناتها زاده هذيا بارونتيز، معناتها محليه الابتعاد على الثلب وعلى وعلى الكلام اللي مش معناتها مش في بلاستو، على خاطر كل عابد كي تجي في جنبه معناتها توجعوا، دونك واحد الحاجه اللي ما يحبهاش ما يعملهاش لغيره. وعلى خاطر فرحنا لكلنا بحريه التعبير، لكن حكيت دوزاج وكذا.